عايزين في البداية نتحدث عن أبرز السمات اللي بتميز الشخصية النوبية. طيب، مرحبا بكم، وبنرحب بفريق العمل في النيل الأزرق ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. السمات الأساسية للشخصية النوبية هي واحدة من أهم السمات اللي أنا عايز أتكلم عنها، وهي الاستئمان. الكلمة دي مهمة جدا، وكلمة الاستئمان أنك أنت تكون قاعد مرحرح، ماخذ حريتك تماما، بتقدر تبذل، تقدر تدي شغل جميل، تقدر تنتج عمل كل الناس بيعانوا لها باحترام وتقدير. بكل هذه المقاييس بنلقى انه نسبة الشخصية اللي بتتميز بكل هذه الجماليات هي التي عاصرت الخضرة والماء. الموية فيها كل الحياة، والخضرة جاية من الموية، والإنسان بيتعامل مع طبيعة الإنسان، الطبيعة في انه يبذل، يبدع، يأتي بكل الجماليات من خلال عمل، ما بيفرط من حاجاته، وبيخلق من بيئته، وبيئته هي بتنتج كل هذه المعلومات، فبيبقى شغل معاه جميل، لأنه بنلقاه دائما لو ما حب أرضه، لو ما حب نيله، لو ما اتعامل مع حاجاته، هيبقى هو واقف وما هيقدر يبدع. أستاذ سمير، للبيئة تأثير في تشكيل المزاج العام، عايزين نعرف أثر البيئة في تشكيل مزاج وشخصية النوبي. طيب، شكرا للسؤال الثاني ده. أنا حقيقة عايز أقول حاجة مهمة جدا، إنه مزاج النوبي، أنا زي ما بدأت في الاستهلالية بتاعت البرنامج، إنه الاستئمان واحدة من الحاجات. أنت مستأمن، أنت بتقدر تبدع، بتقدر تدي. والتشكيل البيئي أنا بتكلم عنه، إنه قاعدين نحن على النيل، أي نعم الصحراء، فتخيل امتزاج النيل بالصحراء بيديك عنصر انساني جميل جدا من خلال مزاجه الراقي. وهذا المزاج الراقي مربوط بالمزاج الرايق، والمزاجين مع بعض لو اكتملوا بيديك انسان اكيد مبدع، اكيد انيق، اكيد كل حضاراته جايه من خلال حاجاته. فما بيجيب شيء من برا، بل هو بيبعد وبيرسل وبيعمل حاجاته اللي برا. يعني مثلا الليله امتداد الحضاره على مستوى وادي النيل، هم كانوا موجودين، هم ورانا مجموعة من العمالقة حكموا الوادي تماما. أثر لي درجة في المزاج وفي الشعر وفي الغنى، وحتى في الفنانين التشكيليين. إلى أي مدى البيئة دي، وإلى أي مدى الحضارة اللي قاموا لقوها في بلدهم، إلى أي مدى أثرت؟ طيب، هذا التأثير حتى على المستوى الحالي، يعني ما نمشي بعيد، المستوى الحالي عندك الكاتب والمؤرخ والسفير الدبلوماسي جمال محمد أحمد، هذا رجل ومترجم أيضا. يعني على البيئة الطبيعية، الناس لو ما كانوا موجودين والجينة دي موجودة فيهم ما بنلقاها، لأنه الإبداع هو بيبقى جينة وراثة. يعني ما في إبداع بيبقى جاي ساكت من فراغ، أنت مبدع بالجيل اللي بيجي بعدك، مبدع، كلهم مبدعين. عشان كده بنلقى الناس اللي بتجي عندها مثلا شعراءنا الموجودين، مطربين الموجودين بدون ذكر أسماء، نلقاهم كلهم غطوا الساحة الأدبية السودانية، حتى على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، كم هائل جدا منهم لو ذكرناهم المساحة ما بتجي. المكونات الثقافية والفكرية من طقوس وآداب ودروب وإيقاعات وأشكال نغمية ودورة في تشكيل الشخصية النوبية. طيب، هذه الإيقاعات وهذه النغمات وكل هذه الحدوث التي قلتيها بشكل المزاج، لأنه المزاج أصلا رايق. طالما رايق هيعزف صح، هيغني صح، هيقول صح. طالما عمل ده كله بيدي منتوج جميل صح. يعني عندنا مثلا نحن النوبيين من الايقاعات ما يقارب 15 ايقاع، الموجود منهم 12 ايقاع. من ال 12 ايقاع في ثلاثه طبعا اندثروا، غير موجوده الان حتى في الغنى. مبروك يا عروس، والله فرحت ليك شديد، وكنت رهيبة في العرس، والفستان طلع عليك يجنن. الله يبارك فيك، والله كنت خايفة شديد ما يطلع مقاسي أو يكون مظبوط كده، لكن الحمد لله في آخر لحظات اكتشفت حاجة خطيرة. حاجة شنو يا بنت؟ كلميني بسرعة. منتجات رهيبة، ملابس إيطالية بتحافظ لك على القوام والجسم، وبتعمل لك مساج كمان، والحاجة العجيبة إنها بتتلبس في كل المناسبات. واو، أنت جادة؟ طبعا طبعا، أنت براك شفت الفستان لما جربناه قبل العرس والفرق في العرس. والله فعلا، وألقى الملابس دي وين؟ وبكم؟ وفي منها أنواع؟
أكيد في منها أنواع. لما تصلين في الشركة السودانية السويسرية جوا البنك السوداني المركزي هتلاقي كل اللي أنت بتفتشي عليه، وبرضو المنتج متوفر في جميع الصيدليات. من أعمال حمد النيل التجارية للسيدة العصرية كل ما هو جديد ومستورد. ميس إنيرفا الإسبانية كريم مغذي وملون للشعر، تركيبة بزيت الزيتون والحناء الطبيعي يجعل الشعر أكثر لمعانا ولونا يدوم طويلا ومغذي ومقوي للشعر الباهت بنسبة 100% من الجذور وحتى الأطراف. ميس إنيرفا تركيبة منعمة ومعطرة ومنعشة، متوفر بجميع الألوان: أسود، بني غامق، بروغندي، بني فاتح، مهوجني، بني قهوة، أحمر حاد، أشقر، أشقر فاتح. ميس إنيرفا الإسبانية بزيت الزيتون الطبيعي البكري والحناء. أعمال حمد النيل التجارية أمدرمان شارع الذهب، هواتفنا على الشاشة. بانوب لحديد التسليح، أحدث خط إنتاج في إفريقيا والشرق الأوسط. أبانوب خط إنتاج أوتوماتيكي متكامل وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا مصانع الحديد الإيطالية دانيلي. أبانوب خام الحديد المستورد يحتوي على كافة العناصر اللازمة لحديد التسليح. أبانوب جميع المقاسات من 8 ملم إلى 36 ملم. أبانوب متوفر بمراكز التوزيع بالعاصمة والولايات. أبانوب، القوة، المتانة والثقة. عبير مالها في الإسراف ولا التبذير، بتقسم وتوزن، ما الحياة حساب وتقدير، بصلتين وزيت ملعقتين، اقتصاد وتدبير، وكمان حبها لصلصتها أبدا ما له نظير، لأن الفراشة صلصة اقتصادية معمولة للتوفير، صلصة طبيعية في عبوات مختلفة، الفراشة جودة محسوم نقاشة. من مروج هي لغة مكتوبة مقروءة، فدي دعوة عشان الناس تتعلموا لغتها كمان، إذا عايزين يعني يضيفوا ثقافات. I'm not sure if I'm going to
Yeah.